أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا نور الدين زرقي وهذه هي العناوين. وقصة رامي أدهم، الناشط الذي جازف بحياته 31 مرة لإيصال ألعاب ومساعدات إنسانية لأطفال مخيمات النزوح شمالي سوريا. لقبه الإعلام الغربي بمهرب اللعب The Toy Smuggler، إذ إن رامي أدهم جازف بحياته 31 مرة وهرب ألعابا ومساعدات إنسانية لأطفال داخل مخيمات النزوح شمالي سوريا. أدهم أب لستة أطفال وهو في 46 من عمره ويحمل الجنسيتين السورية والفنلندية، حيث يعيش في هلسنكي منذ 30 عاما. المهمة الإنسانية الفريدة التي قام بها أدهم بمفرده على مدى نحو 5 سنوات جلبت له شهرة عالمية ومعها عقد لإنتاج فيلم في هوليوود عن تجربته. الزميل رشيد سكاي قابل أدهم خلال وجوده في لندن لتوقيع العقد وعاد بالتقرير التالي. فيما أفادت تقارير شتى عن قيام بعضهم بتهريب أسلحة إلى سوريا خلال الصراع الدامي، اختار أحدهم تهريب ما قد يخفف من آلام الأطفال السوريين الذين يتمتهم نار الحرب أو شردتهم. إنه رامي أدهم الذي نعتته وسائل الأعلام العالمية بالتوي سماغلر، أي مهرب الألعاب. الله يعطيك العافية. أدهم مواطن سوري يعيش في فنلندا منذ 30 سنة، وبمجرد أن اندلع الصراع في سوريا عام 2012 بدأ ضمير أدهم وهو أب لستة أطفال يؤنبه، كيف عساه أن يساعد أطفال سوريا؟ الجواب جاء من ابنته الصغيرة. لما ذكرت موضوع الألعاب لبنتي ياسمين فاستغربت من الموضوع وقالت يعني أنا هذه الألعاب أريد أن أتصدق بها لأطفال، أهديها لأطفال سوريا. فما كان لي إلا أن أقوم بهذا الدور ك وسيط بين طفلتي وأطفال سوريا. وبالفعل بدأ أدهم في جمع الألعاب ممن كان يتبرع بها من حوله وإما بالمال لشرائها، وفي ظرف صغير جمع الآلاف منها. لكن نحن نتحدث عن حقبة من الصراع السوري، حيث كان تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية يسيطر على جزء كبير من البلاد. المرافقين لي كان هم من يقوموا بالكلام معهم والحديث بالنيابة عني. عملنا من خلال الناشطين الذين وثقنا منهم وكانوا مخلصين للقضية السورية ومساعدة الشعب السوري وإغاثتهم، فبالتالي كان من مصلحتهم أن يحموا هذا العمل. ثم اضطر أدهم لإنشاء ما سماه الرابطة الفنلندية السورية الخيرية، وشرع الناشط في إرسال أدوية وأموال للنازحين حول مدينة حلب. وبسرعة فائقة أصبح الناشط الإنساني متطير الشهرة في داخل فنلندا وخارجها. لكن مع الشهرة جاءت المشاكل. أقمت حملة تبرعات عالمية عبر منصة الجوفاندمي، واتضح لاحقا أن هذه المنصة تحتاج إلى رخصة مسبقة من قبل الحكومة الفنلندية، مع أن جمعيتنا مرخصة، وهذا الأمر راح يتم البت فيه إن شاء الله يعني تحل المشكلة. الرابطة أنشأت 3 مدارس في مخيمات الداخل بمنطقة أطمة في حلب، وما فتئ صيت أدهم يزداد ذيوعا ليصل إلى إيطاليا على شكل كتاب للأطفال يسرد تفاصيل مهمة مهرب حلب الإنسانية. لكن مغامرة أدهم لم تنتهي في إيطاليا، فقد دفع طابع المهمة المستحيلة بمنتجي استوديوهات هوليوود لإبرام عقد معه لإنتاج فيلم عن مهرب الألعاب. حقا من جد وجد. رشيد سكي، BBC. رامي أدهم الناشط الإنساني ومهرب اللعب معنا مباشرة من هلسنكي عبر سكايب. أستاذ رامي، هذه التجربة الآن إذا أردت أن أسألك كيف تقيمها في هذه المرحلة؟ صراحة يعني أستاذ نور أشكرك أولا على الاستضافة الكريمة، الله يكرمك ويبارك فيك وقناة BBC. تجربة العمل الإنساني في الداخل السوري يعني ممزوجة بآلام وقصص يعني يشيب لها الولدان. كل زيارة إلى سوريا تأكل مني سنوات من عمري وتقصر منه، فصراحة
لا يوجد أي كلام يستطيع أن يعبر عن آلام أهلنا في الداخل السوري الذي طال لمدة 7 سنوات. نعم. حجم الآلام صراحة يفوق كل هل معنى هذا أنك تتوقع مهمة جسيمة؟ وإلى أين امتد هذا النشاط الجريء منك؟ أي المناطق اللي وصلت لها يعني؟ كل المناطق التي نحن كناشطين سوريين نسميها بالمناطق المحررة، أي الخالية من النظام السوري الذي يقصف هذه المناطق، ومن أن الفصائل التي كانت تعد إرهابية وهي طبعا داعش والنصرة. المناطق طبعا هي مسيطرة عليها من قبل الجيش السوري الحر وفصائل سورية مدعومة من قبل طبعا تركيا. فهذه مناطق أنا استطعت أنه أتنقل فيها بحرية، مثل حلب الشرقية وكل ريف حلب، وأيضا مدينة إدلب وكل ريفها، وطبعا المخيمات النزوح الداخلية التي طبعا تحتوي على ملايين السوريين النازحين داخل بلدهم. طيب، إذا كان هذا عن المناطق اللي فيها المعارضة السورية المسلحة التي تعتبر معارضة مسلحة، ماذا عن منطقة دمشق، منطقة العاصمة؟ ما الذي يمكن أن تقوله لنا، خاصة منطقة الغوطة ونعلم حجم المعاناة فيها؟ صراحة الغوطة هو جرح كبير ينزف منذ 5 سنوات، منذ أن كبل أو أطبق الحصار عليها نظام بشار الأسد ومنع حوالي 400 ألف من سكانها من الغذاء والطعام وحتى الماء ويعني أبسط احتياجات. ما الذي يمكن أن تقوله لنا عن تجربتك وعن إنقاذ أطفال، مساعدتهم بلعب وبأي إمدادات أخرى في الغوطة مثلا؟ نحن طبعا أنا كان شخصيا ما وصلت إلى الغوطة، كون أن سوريا مقطعة الأوصال ومن المستحيل جدا الوصول إلى الغوطة أنا كشخصيا، لكن هناك ناشطين نعمل معهم بالتواصل في داخل الغوطة، في دوما وعين ترما وعربين. هذه المناطق طبعا بالتعاون مع ناشطين وداعمين للعمل الإغاثي الإنساني، مثل مثلا مؤسسة النجاة في الكويت تدعم منظمة الرعاية الطبية في تركيا، ومن خلالهم طبعا نستطيع إدخال هذه المساعدات إلى داخل الغوطة الشرقية وتنفيذ آلاف الوجبات من الغذاء إلى تقديمها إلى الناس في الملاجئ. أستاذ رامي، هناك مسألة مهمة الآن، مهما طال هذا الصراع لابد من مرحلة ما بعد الصراع. بانخراطك هذه المهمة الإنسانية، هل بدأت الآن تفكر في مرحلة ما بعد الصراع المسلح وسفك الدماء؟ وما هو تصورك للمجهود الذي يمكن أن تبذله في تلك المرحلة؟ أستاذ نور، أنا شايف أنه لا يوجد أي ضوء حاليا، للأسف وأقولها بألم، لا يوجد أي ضوء في نهاية هذا النفق إلى الآن. طالما النظام الروسي مطبق سيطرته على المنطقة عسكريا، فمن الصعب جدا توقع أي شيء في المستقبل القريب، لكن أنا كل أمل إن شاء الله أن هذه الأرض هي للسوريين وتعود إلى السوريين، ولن يصح إلا الصحيح طالما شعبنا في الداخل السوري صامد على مبادئه. الناشط الإنساني رامي أدهم، وكان معنا من العاصمة الفنلندية هلسنكي. شكرا جزيلا.